سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدوميها قرنت قرنك عبد الله الطيب قدومي كحجانك بنك IBS عالمي جاء قدومي كحجانك دلدة صغية عبد الله مدمد محمد عبد الله مدمد قدوميها دلدة جاكو جنا الحسن لما أن مرت شرفت أقويانك شركة ذها يوم ذا حدا إمام الك IBS لما وحنا نسكو سلام يا سلام تسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد الفنتي مانتي وحي شرف نوعه إن أنه هل كان هشيس وسيد أشجع قدميه إسفحن ورا الشقين كساب سن هرمرنتا تمرت عجارن يولي بكبرنتا دقالها شركلها سوماليات كشقية تمرتا أنكورة صحيح الحمد لله رنتي مد هذا بالوري ما هن هذا واحد صغير ترتا صدح سنوية ديرات إذا سمعها ما قدوميها عبد الرزاق الحكم ذاها دكي كسر مغضي فرتان كي ده فركي إيوه بدقي الصغير إلا أنت سنو أقرب تجنا مشاريع كل الدول وول بانكي يوروبي أنك يوليبا مسك جار اللهم بالكسرنا أنت با وأول قرب تجنا شركة ذاها كرمت هذا اللي يغني SBB Solar Service Provider وحاسده كلا شرف نوع أنا ما تردلت شو عن ESBG كده Energy Service Provider أنت عشان قدومي في كورونا قرنك وهذا ما تمشى نضح فري رنتي واحد مسلم أن هاي تمرت عجارا كمدونا عيال كيسيريد دلول خلاك صار وعديون كورمت والرحدي دبيشي بيه أنت على لقسو بنكر وتمرت عجارا أنت بسومالي وعلا imagine هل دقيقة بتاع أما فلاك كسب حق قرحة وحوكف ليه هل سنأدون كم تمرت أي استعمال هاي أيضا مرك ساسة أنا أقول أنا كم منها والدمضة أدون كأما أفريقيا بقى بنك قرحة أقوه هذا السنة طب إيش سينا إتالو حبها على قبل الله بحر لرا إلا أي يعني أي تهاي مد أقوس رأسه وواحد نوتي رنتي واحد قارن كريم إن المكافئة دون كنت مرت عقارن بأب حي هذا لما القصدي سركذه كورن تدا بنتريشن كذا باللابع وأنا وقارن أنتي سو لو جوا رحية ميجا وات هذا ركبنا جيجا وات بالوك بدون هذا لا عاب ترى وات نجار كلهم كمان رنتي عد فهم كرتا مهم دوين بنوف اللي لما أنت success story waxa ku filan koronto hadda ma daraasay oo sheegay gudoomiyuhu oo hadda eelashi institutionadi shirkadihi ma taqana ama meheradihi intuba kulli ay hadda isticmaalayaan sida uu sheegay shirkada hadda sida tooska uga shaqeeya sadan waa ku dhawi 42 waa hubaa inta hadda xogooda leh waxaan rajaynaynaa inaannu gaarsiino boqolaal inaannu gaarsiino oo wadanka lagu dabaahiyo ee waxaan ku soo gabagabeynayaa ee runtii waa ku maasantiin ka soo qabgalkiina iyo heshiiskan xafladda maanta lagu soo xaxayo tamarta cagaaran in la iska kaashado adduunyadana waxaan u gudbinaynaa anagu diyaar baanahay waa noo jeedan anagu bangigeenni iyo shirkadaheenni waa wadanahay war adinku diyaar ma tihiin haday ha tahay meesha soo mar leh u jeedan haddii dawladdu ahan lahayd haddii ahan lahayd hay'adii qaranka haddii ahan lahayd shirkadihii maxaan ku jiraa tamarta cagaara haddii ahan lahayd finance sector kii bangiyada iyo dhaqaalaha inta bad diyaar baanahay waan u diyaarsanahay hortiinaana ku saxayna xagala gal wax guntiga la galiyay ka weyn waan maasantihiin dhamaantiin waan ka meecnay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh